السلام عليكم، نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا يقضي بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته. سيف الإسلام القذافي يحظى بتأييد كبير من القبائل الليبية بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية. وموسكو تؤكد أن مناورات الولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأسود تحمل طابعا استفزازيا. أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2021 القاضي بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته. وينص المرسوم على تشكيل مجلس علمي فقهي في وزارة الأوقاف برئاسة الوزير، كما نص على تحديد مهام المجلس من خلال تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية، إضافة إلى إصدار الفتاوى المستندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها. اعترض أهالي قرية تل أحمد بريف القامشلي بمساندة وحدة من الجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي حاول العبور بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع. وأفادت مصادر محلية أن أهالي قرية تل أحمد اعترضوا رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفا من مدرعات وجرافة، ورشقوه بالحجارة ومنعوه من المرور عبر الطريق العام بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع والعودة من حيث أتى. ولفتت المصادر إلى أن وحدة من الجيش اعترضت الرتل وأجبرته على التراجع والابتعاد خارج المنطقة. تواصلت عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور، والتي تشمل المسلحين والفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية. وذكر مراسل سما أن مركز التسوية الذي افتتح أمس في الصالة الرياضية بمدينة دير الزور شهد منذ الصباح إقبالا كبيرا من الراغبين بتسوية أوضاعهم، والذين عبر عدد منهم في تصريحات عن ارتياحهم لانطلاق التسوية لتكون منعطفا إيجابيا في حياتهم وتمكنهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية وتتيح لهم فرصة الالتحاق مجددا بصفوف الجيش العربي السوري. أكدت مصادر ميدانية غير رسمية بريف حلب الشمالي أن الجيش العربي السوري دفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى ريف تل رفعت الشمالي في المناطق المحاذية لخطوط التماس مع جيش الاحتلال التركي وميليشيات ما يسمى بالجيش الوطني. ولفتت المصادر إلى أن الهدف من الحشود الأخيرة للجيش هو إغلاق جبهاته بشكل كامل بوجه أي عدوان تركي نحو بلداته الحيوية. وفي مقدمتها تل رفعت التي تحتفظ الشرطة العسكرية الروسية فيها بقاعدة لمراقبة وقف إطلاق النار السار المفعول منذ نهاية 2019. وجاءت التحشيدات الأخيرة بعد أيام من تعزيز الجيش لجبهاته في كل من منطقتي الباب ومنبج بريف المحافظة الشمالية الشرقية. يواصل 5 أسرى في سجون الاحتلال الصهيوني إضرابهم المفتوح عن الطعام بظروف صحية صعبة وخطيرة. الأسرى المضربون هم كايد الفسفوس وعلاء الأعرج وهشام أبو هواش وعياد الهريمي ولؤي الأشقر. أشكر شعبنا الفلسطيني العظيم كل أطيافه على جهودهم في
في نصرة قضيتنا والحر الشريف في العالم كله يعني. أشكرهم وأتمنى منهم ينصروا الأسرى ويكثفوا جهودهم. استمر إن شاء الله، استمر حتى الحرية. أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أنه منفتح على أي حل يفيد لبنان ودول الخليج. وقال قرداحي: أنا أشعر مع الناس وأتفهم هواجسهم، ولست حجر عثرة، ولست متمسكا بالوزارة عنادا، مؤكدا أنه لا يريد أن تكون استقالته طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة. وعن موضوع استقالته بعد اندلاع أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول خليجية على خلفية تصريحات أطلقها، أشار قرداحي إلى أنه منفتح على أي حل يعيد ترميم العلاقات اللبنانية الخليجية. استشهد 3 مواطنين وأصيب 7 آخرون بنيران قوى العدوان السعودي في محافظة الحديدة غربي اليمن. وأفاد مصدر أمني لوكالة سبأ أن طيران العدوان شن غارة شرقية حيس، ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار مارس 2015، مخلفا عشرات آلاف الضحايا ودمارا هائلا بالبنى التحتية. دفع تقديم سيف الإسلام القذافي أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية وسائل الإعلام إلى استعراض الخريطة الداخلية لحظوظه التي بدت مرتفعة. ويحظى سيف الإسلام بتأييد كبير من قبائل وسط البلاد وخاصة سرت، كذلك تسانده القبائل في ترهونة وبني وليد وشويرف غربية ليبيا، فضلا عن امتلاكه شعبية واسعة في سبها والجفرة. بالمقابل سارع تنظيم الإخوان إلى مهاجمة الترشح. رداء لا يشير إلا إلى ليبيا. سيف الإسلام القذافي وفي ظهور نادر للغاية يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة. ظهوره العلني في مدينة سبها جنوب غرب ليبيا أثار انقساما داخليا، على الرغم من أن الخطوة لم تكن مفاجئة. اختلاف الآراء حول ترشحه في الداخل وفي الخارج بدا واضحا، ما أثار حفيظة المراقبين والمحللين للحديث عن حظوظه الانتخابية بالتفصيل. مجلس أعيان وحكماء مصراتة يرفض ترشح سيف الإسلام، في حين أنه يحظى بتأييد كبير من القبائل المنتشرة وسط البلاد وخاصة سرت مسقط رأسه. مناطق واسعة أطلقت على نفسها اسم تيار الخضر نسبة إلى العلم الأخضر لليبيا في عهد الراحل معمر القذافي، ستكون مساندة لخطوة الترشح هذه، أبرزها قبائل ترهونة وبني وليد وشويرف غرب البلاد، إضافة إلى الشعبية الكبيرة التي يحظى بها في المنطقة من سبها وصولا إلى الجفرة وفي جاد جنوب غرب وما يحيطها. سيف الإسلام الذي يبقى رقما صعبا لن تكون حظوظه في المنافسة سهلة، لكنه أيضا أمر يقرره الشعب الليبي، وإن كانت ليبيا محط تصريحات وتحركات للكثير من الأطراف الدولية. واشنطن بدت صريحة في التعبير عن امتعاضها، حيث قال وزير الخارجية بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود إن العالم لديه مشكلة في ترشح سيف الإسلام، بينما دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى إتاحة الفرصة لجميع القوى السياسية للترشح كي تكون الانتخابات شاملة. وبعيدا عن المواقف الدولية، تتجلى التحديات الأساسية أمام سيف الإسلام في الأطراف السياسية التي تناصبه العداء والتي يستبعد أن تعمل معه، كالحركات الإسلامية المتشددة التي تعتبره مع قائد الجيش خليفة حفتر أكثر شخصيتين خطيرتين على طموحها في السلطة، وتريد من خلال تحكمها في العاصمة أن تبقى بيدها. انتخابات يراها الليبيون فرصة لم تتحقق منذ عقود، وفيما يعتزم حفتر تقديم ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة، هل يتراجع سيف الإسلام عن ترشحه؟ أم أنه سيواصل طريقه ليكون في مواجهة مع الغرب؟ الأسابيع المقبلة ربما تقرر. We'll be right back.
قال الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مناورات الولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأسود تحمل طابعا استفزازيا. وذكر الكرملين في بيان أن بوتين أكد لماكرون أن المناورات تزيد من التوتر في العلاقات بين روسيا والناتو. كما شدد الرئيس الروسي على أن كييف تواصل سياستها المضرة الموجهة إلى تقويض اتفاقات مينسك، الأمر الذي يدل عليه استخدام القوات المسلحة الأوكرانية مؤخرا طائرات مسيرة ضاربة في منطقة النزاع. أعربت بولندا عن خشيتها من وقوع استفزاز مسلح على حدودها مع بيلاروس. من جانبه أكد الرئيس البيلاروسي أن بلاده لا تريد اندلاع أي صراع على حدودها. من جانبه قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بيلاروس غير مسؤولة عن خلق أزمة المهاجرين، فهي لم تقم بهذا قط ولا تعتزم القيام به، ولكن الاتحاد الأوروبي الذي يهدد بتبني حزمة أخرى من العقوبات ضدنا يحاول ترهيبنا بالعقوبات، ولكننا سندافع عن أنفسنا وسنرد على العقوبات. أوضح متحدث باسم شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أنها تتعامل مع انفجار سيارة الأجرة في مدينة ليفربول أمس الأحد على أنه عمل إرهابي، فيما تم رفع مستوى التهديد الأمني إلى شديد. وأضاف المتحدث أن الانفجار الذي قتل شخصا وجرح السائق نجم عن تفجير جهاز مصنع يدويا تم إدخاله إلى السيارة، مشيرا إلى أن الشرطة تعتقد أنها تعلم هوية الراكب الذي كان في السيارة أثناء تفجيرها، لكنه ليس من الواضح بعد دوافع الحادث. من جانبها قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتني باتل إن البلاد رفعت مستوى التهديد الأمني الذي يمثله الإرهاب من مستوى كبير إلى شديد. تذكير بالعناوين: الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا يقضي بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته. سيف الإسلام القذافي يحظى بتأييد كبير من القبائل الليبية بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية. وموسكو تؤكد أن مناورات الولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأسود تحمل طابعا استفزازيا. إلى اللقاء.